تقولي ايه للاجيال اللي ما عاشتش اللحظات، اللي ما شافتش اللحظات المهمه دي، اللي المفروض ان احنا دايما نكون بنربي فيهم وبنكبر فيهم الحس الوطني، حس الفخر ببلدنا وبمصر وبكل الانجازات اللي قدرنا نحققها على المستوى العسكري وعلى المستوى الحربي وعلى كل تاريخنا اللي فات؟ اقول لهم ان اللي ملوش ماضي ملوش مستقبل. يمكن هو ده هدفي في الكتابه، ان انا دايما عيني على الاطفال وعلى الشباب، لان انا حاسه ان احنا دلوقتي احنا في حرب، احنا مش في مرحله السلام على فكره، احنا في اشرس معركه بعد اكتوبر. وطبعا نوه ليها على فكره المحاربين قبل كده او الابطال، احنا في معركه وعي وحرب، حروب الجيل الرابع دي من اخطر ما يمكن، عشان هي بتشوه الرموز وعايزه الشباب اللي جاي يبقى مفرغ، يعني ما فيش لا قدوه ولا رمز ولا في تاريخ. يعني انا سمعت ان في حاجه هتنزل، يعني اسرائيل منزلاها احد الافلام، اللي هي بتنقل من صوره اخرى، يعني انتصار زائف للجانب الاخر مش لينا يعني. فانا ادعوهم لكده، ادعوهم لقراءه، ودول مش الشباب بس، اي حد عايز يعرف تاريخه ان هو يعني يبقى من المصادر الموثوق فيها، زي ما حضرتك قلتي ان كبار القاده كتبوا مذكرات فان هما يرجعوا للكتب اللي هي المصادر الاساسيه. قوات المسلحه منزله مجموعه برضو كتب قيمه جدا ومتداوله، يقدر اي حد ان هو يشوفها. الندوه الاستراتيجيه باليوبيل الفضي بقى اللي هو من 25 سنه، دي نزلت على محاور وفيها كبار القاده، يقدروا ان هما يرجعوا ليها. فكل دي حاجات يقدروا ان هما ان شاء الله يعني يرجعوا فيها ويستمروا.